ازيكم يا اجمل متابعين، هبدأ معاكم النهاردة رواية جديدة انا متأكدة انها تعجبكم بقلم الكاتبة المبدعة خلود مصطفى. لكن قبل ما احكي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه. في بيت سالم الفخراني اللي موجود في محافظة انا، دخل ابنه الكبير صادق وهو بيقول بلهفة لأمه وابوه: الحقني يا بوي، داريني من عيلة كامل العزيزي. واه يا ولدي، ليه عملت ايه عشان يلحقوك؟ والحقك من ايه يا ولد انطج؟ ايه يا سالم، في ايه بالراحة على الولد؟ انت مش شايفه جاي عامل ازاي؟ في ايه يا حبيبي، هقول بالراحة مالك؟ اجري يا زهرة هاتي لاخوك كوباية مية، انت مش شايفة لونه مخطوف ازاي؟ كنا هنلعب التحطيب اني وفخر ابن عم كامل العزيزي، وفجأة واحنا بنلعب العصاية وجعت من يد فارس ابو جميل ولد الفرتوس، وفي لفة العصاية جت على راس فخر وجع سايح في دمه. وقتها جريت وجيت على هنه: الحجني يا بوقي، مش هيسيبوني ومش هيهملوني واصل. ساعتها جيهان ردت بخوف وقالت: يا لهوي، ابني الحقني يا سالم، ابني هيخلصوا عليه، انا لازم اسفره عند خاله في تركيا. اتخبلتي ياك يا جيهان ولا ايه؟ اسمعي اللي هقولهولك زين، ابني راجل من ظهر راجل، واحنا ما نعرفوش الحكايه وصلت لفين. خليكي هنا انت وولدك وحافظي عليه، وانا هتدلى اشوف ايه الاخبار. لا يا سالم، انا ما تخبلتش، انا هسفر ابني ومش هستنى لما ياخدوه مني في حوار طار ولا قرف من اللي انت مقعدنا فيه ده. قلت لك خلينا نعيش في القاهره زي بقيه الناس، لكن انت ازاي فضلت تقولي اهلي وناسي وابني هيروح في شربة مية؟ جيهان بلاش حديثك ده، صادق ولدي كيف ما هو ولدك بالظبط، ومش انا اللي هرب ولدي على اخر الزمن. بلاش تقولي حديث تندمي عليه بعدك ده، انا احبك كتير، بلاش تخلينا تحاول لشيء ما يعجبكيش. ابوي معاه حق ياما، انت كده هتقولي كلام مش منطقي واصل. هو ايه اللي مش منطقي يا زهره يا بنتي؟ دول هياخدوا اخوكي مننا، افهمي، انا هوديه عند خالك. انت ناسيه ان عيله امي من تركيا؟ الله يرحمه جدك هو اللي كان مصري. وايه يعني لما يروح عند اهلي هناك ويبعد عن الطار والقرف ده؟ العيله دي مش هتسيبه، وانا عارفاهم وما عنديش غيرك انت واخوكي، لازم اخوكي يمشي من هنا في اسرع وقت. برضك ياما اهدي وبلاش تصرف نندم عليه بعد كده. وفي بيت جبل العزيز الجد الكبير، دخل الغفير متولي وهو بيقول بلهفة: الحج يا ابو الحج، واد ولدك انصاب في راسه وخدوه على المستشفى. كيف يعني؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي يا خبر الشوم انت. اني ما خبرش ايه اللي حصل، كل اللي عرفت انه كان هيلعب هو ولد سالم الفخراني ومعاه اتنين كمان، لكن ما خبرش هما مين. وفي المستشفى كان كامل واقف هو وابنه حامد وابن اخوه جبل اللي متسمي على اسم جده، ومستنيين ان حد يخرج باي خبر عن فاخر. وقتها خرج الدكتور وقال لهم هو بيعتذر: انا اسف يا جماعه، البقاء لله، هو كان جاي في حاله صعبه قوي، خبطه الراس بالشومه الكبيره دي عملت له نزيف داخلي وللاسف ما قدرناش نلحقه. في الوقت نفسه كان انتشر الخبر في البلد كلها. ساعتها جيهان اخذت عربيتها واخذت ابنها وطلعت على المطار وحجزت له اول طياره لتركيا، وفضلت قاعده معاها الست ساعات في المطار لحد ما اطمنت ان هو سافر. واول لما رجعت قابلها سالم، واللي قال لها بغضب وعنف: برضك يا جيهان سويتي اللي في راسك، انت ما تفهميش، هوري وشي للناس كيف انا دلوك، ما تفكريش. امال لو ما كنتيش خريج الجامعه كنت سويتي ايه؟ ابعد ايدك عني يا سالم، انا عمري ما هقبل ان ابني يتقدم كبش فدا لعيله جبل العزيزي. انت مخك فين يا راجل انت؟ انت ناسي ان هو ابنك الوحيد؟ وايوه سفرته يا سالم عند خاله، وكفايه بقى لحد كده، ويومين ثلاثه واخد بنتي وهسيب لك البلد كلها وهرجع افتح بيت ابويا اللي في القاهره. انا ماليش اصلا قاعده في الصعيد، ايه اللي يخليني اعيش هنا؟ يا راجل حرام عليك، دي بنتك علشان جميله شويه محرج عليها انها تخرج، وكاننا عايشين في سجن مش عايشين في بيت. كل ده ليه؟ علشان اخدت شكل امي الله يرحمها وطلعت حلوه؟ ايه يعني عينيها زرقاء وبيضه؟ ما هو الصعيد فيه بنات حلوه كتير، اشمعنى بنتك يا اخي؟ انت ولا اللي حاجر علينا، البنت في مرحله محتاجه ان هي تشوف الحياه، تشوف الدنيا. ومع ذلك انا ما كنتش بتكلم وبقول ماشي، يمكن من خوفه عليها، لكن لحد ان انت تضيع ابني انا مش هسمح لك بكده ابدا يا سالم، وعلى جثتي لو حد مس شعره من شعر ابني. اهدي يا ماما اهدي، مالوش عايزه الحديد ده واصل، ابويا من لما سمع الخبر العفش ده وهو تعبان وحالته مش زينه واصل. بس يا زهره كفايه لحد كده، انت ايه ذنبك يا بنتي انك تفضلي محبوسه بالطريقه دي يا حبيبتي؟ ده انت ما تعرفيش شوارع البلد حتى اللي انت فيها، كل ده بسبب ابوكي وبسبب تفكيره الغريب، بيفكر عشان انت حلوه يبقى خلاص هتجيبي له الفضيحه وتجيبي له العار، لان لو حد شافك مش هيقدر يمسك نفسه ولازم هيعمل الحاجه الغلط، مش كده برضو يا سالم؟ مش هو ده تفكيرك عن البنت؟ مع اننا مربيين بنتنا كويس قوي وبنتقي الله فيها
وانت متأكد ان ربنا مش هيضرنا فيها ابدا؟ منعتها حتى ان هي تروح المدرسة وبقت تمتحن منازل من البيت، وده طبعا بعد ما انا وقفت قدامك وقلت البنت لازم تكمل تعليمها. غير كده انت ما كنتش عايز تعلمها اصلا وعايز كمان تضيع ابني. لا يا سالم والف لا. ايوه كل حديثك مظبوط يا جيهان، انا لما اتجوزتك كنت بخاف اطلع عليكي، بخاف عليكي من نفسي لانك زي القمر، ولما اتجوزنا وجبتلي صادق قلت زين طلع واد وما طلعش بت، لانها لو كانت طلعت بت وكانت شبهك كانت هتبقى مصيبه، لكن انتي ما سكتيش وجبتيلي بت احلى منك كمان. انا نفسي لما اطلع فيها بحس اني بشوف جمال الارض في طلتها، ما بالك لما يطلع لها الغريب كيف ممكن يحصل؟ خفت عليها. هو مش من حق خاف على بنتي يا ناس؟ لكن موضوع ولدك لازم ابنك يجي ويبرأ نفسه قدام الخلق كلها، ما ينفعش يشيلها لحاله. فهمتي ولا نقول كمان؟ ايه ده يا حبيبي اهدى، صدقني اللي عملته ده احسن حل. ابنك ما كانش ينفع يفضل هنا، ولو كان فضل هنا احنا ما كناش هنعرف ايه اللي هيحصل. انا بعته وهم هينسوا الموضوع مع الوقت، وانا عارفة كل اللي انت حاسس بيه، علشان كده طوعتك فيه وخليت زهرة بين قلبي وعيوني ومحدش يشوفها خالص. تسلميلي يا جهان، لكن انا خابر عيلة جبل ما هتسكتش واصل، وابن ابو جميل بيقول ان ولدك هو السبب وعلشان كده سفرناه. خلاص يا بوي، خلاص يا اما، اللي حصل حصل. احنا دلوقتي مفيش قدامنا غير اننا ندعي ربنا. وفي بيت كامل العزيزي كانت قاعدة طبعا الستات والنواح والسريخ، لحد ما قرر كامل العزيزي ان هو يتكلم مع ابوه جبل. ساعتها راح له البيت وقال له بغضب، دريت باللي حصل يا بوي، سالم ولد الفرتوس صفر ولده عشان ما ناخدوش الطار مني. تقدر تقول لي هناخد طارنا كيف؟ اقعد يا كامل وهدك، ده ما تبقاش كيف الحريم. اولا انا اتحددت مع جبل ولد اخوك ابراهيم الله يرحمه، وهو قال لي ان الموضوع مش جات لكايدي، ده جات لخطأ، يعني مفيش طار. بس مش معنى كده ان احنا هنسكته، لا انا ما اسكتش على حاج ليا واصل، لكن ما تتحلش بالدم يا ولدي. كيف يا بوي ما تتحلش بالدم؟ اللي راح ده ولدي قلبي من جوه، لكن انا متأكد من حكمتك يا بوي. بس خبرني ايه اللي في راسك؟ بعدين يا ولدي اللي في راسي هتعرفه. وبعدين احنا المفروض في جادة هتتم كمان يومين، هنكون موجودين احنا وسالم وكمان الشيخ عطية شيخ الجامع، وبعدها انا متوكد ان الكل هيخرج متراضي ان شاء الله. وبعد يومين فعلا بتتم القعدة العرفية اللي كان موجود فيها جبل الجد الكبير، وكمان جبل الحفيد، وكمان سالم وكامل وحامد ابن كامل والشيخ عطية شيخ الجامع، اللي قال اسمعوني زين يا جماعة، دلوقتي الموضوع جات لخطأ، وزي ما انت خابر يا حاج سالم ان الجات للخطأ ليه هدية صح ولا ايه، ولازم الدية دي ترضي ولي الدم. مظبوط يا شيخ عطية، كل حديثك مظبوط، وانا مستعد ادفع الدية اللي يؤمر بها الحاج جبل العزيزي. انا ما رايتش ولدي يتغرب بعيد عني واصل. وقتها الحاج جبل قام ووقف وقال بعد اذنك يا سالم يا ولدي، انت كيف ولدي؟ طبعا انا رايت قبل ما اقول اي شيء واصل اصلي ركعتين لله، اطلب منه العون والسداد في الجول، فوتني في مكان اصلي ركعتين لله. اوامرك يا حج، اتفضل معايا. وفعلا دخل سالم الحاج جبل علشان يصلي في اوضه، صلى الحاج جبل وطلب من ربنا ان هو ينور بصيرته ويوفقه للقرار الصح. خلص صلاه وبعدها اتفاجئ وراه بنت جميله جدا، كتكوته صغيره لكن جميله جمال مش معقول، هو نفسه اول مره يشوفه بالرغم من سنه الكبير، وان هو كان متجوز الحاجه هاديه، ودي كانت ست جميله جدا جدا، الا ان اللي هو شايفه قدامه دلوقتي هو حاجه غريبه، حاجه ما وردتش عليه قبل كده. وقتها قال لها بدون وعي بسم الله الرحمن الرحيم، انت انس ولا ملاك؟ لا يا حاج، انا ابقى زهره بنت الحاج سالم، وهو شيعني ليك دلوقتي، اتفضلي معايا عشان لو احتجت حاجه. ما شاء الله تبارك الله، ليه حاج ابوك يداركي من الدنيا كلها. عموما يا بنتي كتر خيرك، انا صليت وربنا اداني القرار الصح. بعد اذنك يا حاج. خرجت زهره وبعدها خرج جبل اللي كان مقرر ان هو هيعمل حاجه علشان يخلي العيله كلها ترتاح، دخل القعده تاني معاهم. وساعتها الشيخ عطيه قال حرما يا حاج جبل، يا رب تكوني توفقت للقرار الصح، حضرتك راجل زين وانا متوكد ان اي قرار هتاخده هيكون هو القرار المناسب. فعلا يا ولدي انا خدت القرار المناسب، واحنا ما هناخدوش دية من سالم، احنا هنناسبه. وقتها كل اللي كانوا قاعدين كانوا فاتحين بقهم ومستغربين من الكلام اللي بيقوله جبل. وقتها رد كامل وقال كيف يا بوي حديثك ده، النسب ايه اللي هتتحدث عنه؟ مين هيناسب مين ومين هياخد من مين؟ انا ما فهمش حاجة. واصل جبل ابن ابراهيم ولدي هيتجوز زهرة بنتك يا سالم. اتكلم جبل الحفيد وقال كيف ده يا جدي اللي هتقوله ده؟ زهرة مين دي اللي رايدنا نجوزها؟
زهرة بنت عمك سالم، أنا لما صليت واتجهت لربنا لقيت إن الدية مهما كانت كبيرة مش هتوفي دم فاخر ولدنا، علشان كده لازم العيلتين يكونوا متصافين وما يكونش بناتهم أي ضغينة واصل. عشان كده الموضوع ما يتحلش غير بالنسب. قلت إيه يا سالم يا ولدي؟ أيوة يا حاج جبل، بس أنا بنتي صغيرة هباب على جبل. لا ما هيش صغيرة، حتى لو كان الفرق بناتهم 20 سنة. تمام يا بوي، اللي تشوفه كله هيتنفذ، وانت يا جبل الموضوع ما فيش فيه نقاش، كل حديد جدك لازم يتقابل مننا بالطاعة وبس. فاهم يا ولد اخوي؟ فاهم يا عمي، اللي يشوفه جدي اوامر على رقبتي. تمام يا جماعة، حس كده نجرى الفتحة وبعدها العيلتين يبقوا حبايب. وانت يا حاج سالم، لو عايز ترجع ولدك من مكان ما شيعته ممكن ترجعه. الحاج جبل طالما ادى كلمة لا يمكن يرجع فيها مهما حصل واصل. وفعلا تمت قراية الفاتحة وبعدها الناس مشيوا، وبعد ما مشيوا دخل سالم البيت وكانت مستنياه جيهان وزهرة بلهفة. وساعتها جيهان قالت له: ايه اللي حصل يا سالم؟ رسيت على ايه؟ ابني هيعملوا حاجة فيه ولا ايه اللي حصل؟ انت خارج وشك ما يبشرش بالخير كده ليه؟ مالك يا بوي؟ اسم الله عليك فيك ايه؟ وايه اللي حصل بناتكم؟ وما تجلجنيش عليك يا بوي. الحديث اللي هقول لكم عليه دلوقتي لازم تفهموه وتستوعبوه. الناس اتوكدوا ان الموضوع جات لخطأ، والجات للخطأ ليه دية، وكلنا خابرين الحديد ده، لكن الحج جبل ما طلبش دية وطلب نسب. نسب يعني جواز، صح؟ طب ومين هيتجوز مين؟ انا اللي اعرفه ان حامد ابنه متجوز هانم بنت اخوه ابراهيم الله يرحمه، وفاخر ما كانش متجوز وتوفى. حتى ابنك ما فيش حد عندهم يتجوزه. في ايه يا سالم؟ ما تتكلم على طول. الناس طلبوا النسب في مين؟ طلبوا النسب في ولدهم جبل لبنتك زهرة. نعم؟ مين لمين؟ ليه هتاخد واحد عمرها نص عمره؟ انت اتجننت يا سالم ولا ايه؟ دي زهرة يا سالم، زهرة حياتك زي ما بتقول، هترميها الرمية دي؟ لا ما ارميهاش واصل، لكن ده عرف ولازم الكل يقبل بيه. عشان كده زهرة لازم تتجوز جبل، هو اكبر منيها لكن ما سبقلوش الجواز، وبعدين جبل هو اللي ماسك كل شغل العيلة، راجل بجد يعتمد عليه، وانا هكون مبسوط لو الجوازة دي تمت. انت خبرة يعني ايه بيتك تتجوز جبل وتروح تعيش في البيت عنديهم؟ دي حاجة كبيرة قوي، بيتك هتاخد راجل مال وهدومه، وانا هكون مطمن عليها معاه. لا يا سالم، دي بنتي ومش هسمح لك تدمرها، كفاية انك منعتها من ابسط حقوقها. الجوازة دي مش هتتم، شوفوا اي حل تاني. دي طفلة، بنتك كان لسه عيد ميلادها من يومين، تمت 18 سنة، هتجوزها الواحد عنده 28 سنة؟ يا راجل حرام عليك بقى. ما ينفعش اللي هتقوليه ده يا جيهان، دي كانت قاعدة رجالة وما ينفعش مخلوق يرجع فيها واصل. عشان كده الجوازة لازم تتم، وبنتك لازم تتجوز من جبل. ولا ايه يا زهرة ابوكي اللي تشوفه يا بوي؟ انت اتجننتي يا بنت انت؟ ايه اصفرك انت كمان ويبقى الولد والبنت بعيد عني؟ اللي بتقوليه ده يعني انت موافقة على الهبل ده؟ ايوه يما انا موافقة، لا يمكن اصغر ابوي واصل، وطالما هو موافق يعني رأيي من رأيه، وده نصيب وانا راضية به الحمد لله على كل شيء. تسلمي لي يا حبيبة ابوكي، وما تجلجيش يا جيهان، اول ما يتم كتب كتاب ولدك هيرجع لحضنك وما هيفضلش هربان. هو ده الشرط، وطالما بنتك موافقة يبقى خلاص. وفي بيت الحاج جبل كان قاعد مع جبل حفيده وام جبل وهي الست رجاء، وساعتها طبعا كان جبل الحفيد مش طايق نفسه. وقتها رجاء اول ما عرفت اللي حصل في القعدة اتكلمت وقالت: والله يا حاج انا ما اقدرش اقول حاجة واصل، لكن انت ما خبرش اخلاق البت دي، واني مش على اخر الزمن هجوز ولدي الواحدة ما عرفش عنيها حاجة، خصوصا الناس ما يعني ان امها تبقى مش من هنا واصل. لا من اليمة دي ما تجلجيش يا رجاء، انا مش هختار لود ولدي واحدة عفشة، ولا انت بقى قصدك تقولك ده؟ لا يا حاج، يقطع لساني لو نطق بيها، انا كل اللي اقصده ان احنا ما خبرينش حاجة عن زهرة دي. لا البنية زينة واني متوكد من اخلاقها زين، وبعدين سالم ما كانش هيخرجها بره الدار واصل، وانا لما وعيت لها عرفت ليه هو ما هيخرجهاش. المهم رأي ولدك اللي من وقت ما خرجنا من عند الجماعة وهو ولا اللي واكل سد الحنك في خشمه. ما قلت ليش يعني يا جبل يا ولدي رأيك ايه؟ وقتها جبل الحفيد قام وقف وقال بمنتهى الغضب. ساعتها رد جبل الجد بصدمة وقال: كيف يعني الحديد ده؟ يا ترى جبل الحفيد قال ايه لجبل الجد؟ ويا ترى فعلا جبل هيسمع كلام جده ويتجوز زهرة؟ وايه هيبقى شكل حياة زهرة في بيت جبل ومعاه؟ وهل هيكون الزوج الطيب والحنين اللي هيوريها الدنيا، ولا هيبقى استكمالا لحياة السجن اللي كانت عايشة فيها في بيت ابوها، وهيفضل متحرم عليها انها تشوف الناس وتشوف الشوارع؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية من بريئة في قبضة جبل الصعيد. استنونا. ازيكم يا اجمل متابعين،
وقفنا المرة اللي فاتت لما جبل الحفيد قال حاجة خلت جبل الجدي يتصدم، وده لما قاله أنا ما أتجوزش عيلة صغيرة يا جدي مهما حصل، دي عنديها 18 سنة وأنا 38، ليه هتجوز واحدة أنا أكبر منيها ب 20 سنة؟ دي تعتبر من دور ولادي، لو كنت اتجوزت بدري. لا أنت شاب وهي شابة وعادي، أنا مش شايف إن الفرق واعر جوي كده زي ما هتقول. وبعدين جدتك الحاجة هادية الله يرحمها كنت أنا أكبر منيها ب 17 سنة، ما فرجتش الثلاث سنين دول، أنا اديت كلمة ولا يمكن أرجع فيها واصل. أنت هنا يا جبل يا ولدي، وجدك يعرف المصلحة زين. ساعتها مشي جبل الحفيد من غير ما يقول ولا كلمة، وبعدها فضلت رجاء قاعدة مع جبل الجد وقالت له أنا عمري ما هنكشف في قرار خدته يا أبوي واصل، لكن أنا مرت ولدك الكبير الله يرحمه وطول عمري عايشة تحت طوعك، وحاسة ان الموضوع اصرار منيك، يعني كنت متوجعة ان الموضوع هيمشي في سكة ارض تاخدها منيهم، لكن اجده الموضوع مشي في سكة تانية غير اللي كانت في راسي واصل. صح يا رجاء، انا كنت ناوي اعمل اجده لكن ما قلتش اني هعمله، انت عشان خبر راسي زين فتوجعت اجده، لكن انا من وقت ما وعيت للزهرة واني ما خبرش اقولك ايه، البنت جميلة جمال رائع ما فيش ولا قبله ولا بعده، امها زينة لكن البت حلوة جوي جوي أكتر من أمها كمان. أنا كنت خبر إنه سالم له بنت بس ما كنتش أتوقع إنها حلوة كده، وإنتي خبرة ولدك تايه في الشغل وفي المال وفي الأرض ونسي نفسه، ما ينفعش يفضل كده واصل، أنا متقطع عليه من جوايا. اللي كيف ولدك دلوقتي عيالهم بتجري في طولهم، وأنا أول ما اتطلعت للبت قلت هي دي عوض ولدك وهي دي فرحته اللي جاية، هو ما خبرش انا هحبه ازاي ورايد مصلحته. صحيح يا عم اللي هتقوله ده، البت زينة بالطريقة دي، طب واللي زي دي ما اتجوزتش ليه؟ واضح ان ولدك حظه زين والبت دي تعانت له، لكن اللي فهمته كده ان سالم هيخاف على بته وما هيخرجهاش بره الدار واصل، اكيد عشان جمالها. عموما خلاص الفاس وجعت في الراس، وولدك هيتجوز زهرة ويومين كده تاخدي بنتك هانم وتروحوا علشان تشوفوها، وبعدين نحددوا ميعاد كتب الكتاب والدخلة كمان، لكن هنستنى 4 شهور على ما الحزن على فخر يهدى يا بنتي. تمام يا بوي. وفي بيت كامل وبالتحديد في الجناح بتاع حامد وهانم، كانت قاعدة هانم مع جوزها وبتقوله كيف يعني اخوي جبل يتجوز بنت سالم؟ جدي هيعمل عرف لوحده اياك؟ والله هو ده اللي حصل، وبعدين انا واثق في قرار جدي وان هو ما يقولش حاجه وتطلع غلط واصل. المهم دلوقتي البت امل فينها؟ ما شفتهاش النهارده واصل. انا ما خبراش انت متعلق بالبت دي كده ليه؟ ما انت عندك غيرها جلال وعمر، ايش معنى امل؟ احبها قوي يا هانم، اصلها حنين عليا وبتفهم طلبي من قبل مطلوبه، بالرغم من انها لسه عنديها 6 سنين الا ان هي قريبه قوي من قلبي. انا ما خبرش لما تتجوز انا هعيش من غيرها في الدار دي كيف؟ اجده برضو يا ولد عمي ماشي، لكن انا ما هزعلش منيك وانا ما اقدرش يا حبة القلب. وبعد يومين في بيت سالم كانت قاعدة عفاف وبنتها هانم مستنيين زهرة علشان تنزل ويتعرفوا عليها، وبعد شوية فعلا جت زهرة وهي مكسوفة جدا وكانت امها معاها، وساعتها جيهان قالت بترحاب اهلا وسهلا يا ام جبل، نورتونا يا جماعه والله. وقتها رجاء وهانم بنتها كانوا متنحين، كان ظاهر قوي لدرجه ان هما ما سمعوش اصلا جيهان قالت ايه. وقتها زهره قامت وقدمت لهم العصير وقالت اهلا بك يا ست الكل، والبيت نور والله. بسم الله ما شاء الله، ده انت كانك زينه بجد، كيف ما الحاج جبل خبرني؟ بتك في القمر يا جيهان، ربنا يحميها لك ويفرحك بها عن قريب. ايوه فعلا ياما، انا مش مصدقه ان القمر دي هتعيش ويانا وهتبقى مرات اخوي، بس اعملي حسابك يا عروسه انا هبقى عمتك، لكن ما تقلقيش انا مش هبقى عم عفشه واصل. والله يا جماعه انتوا ناس ونعمه، وفعلا سماهم في وجوههم، وان كان على زهره فهي فعلا اسمها لمسمى، طول عمرها هاديه ومطيعه، وانا متاكده ان كلكم هتحبوها وهتحطوها في عينيكم علشان هي تتحب وتدخل القلب من غير استئذان. هي اخذت من جدتها الله يرحمها كل حاجه جميله، شكلها وكمان طبعها، وربنا يتمم بخير. وفعلا بتروح رجاء هي وبنتها هانم وبيرجعوا على البيت، واول لما بيدخلوا بيكون جبل الحفيد قاعد قدام التلفزيون. ساعتها هانم بتقرب منه وبتقوله يا بختك يا ولد ابوي، هيجي لك عروسك في القمر. لا قمر ايه، ده القمر من جمالها هيستحي عاد. بزيادك حديثك المسخ ده يا هانم، انا ما فارقش معايا الموضوع ده واصل، كل القصه اني ما رايتش جدي يزعل او يتضايق مني، عشان كده انا همشي في الجوازه هو مكمل فيها، واكتر من كده محدش يطلب مني واصل. كيف ما تحب يا ولدي، انا داخل اوضه المكتب اشتغل هبابه، معايزش مخلوق يزعجني.
بتقعد رجاء مع هانم شوية بعد ما بيدخل جبل أوضة المكتب، وبعدها بتقرر رجاء إن هي تدخل لابنها وتتكلم معاه شوية. بتدخل وتقعد، ووقتها بتقوله مالك يا ولد، دي فيك إيه من يوم الموضوع ده وانت دايما متعصب ومتضايق؟ انت مش رايق تتجوز وتفرحني بيك ولا ايه يا ولدي؟ لا يما، كيف اللي هتقوليه ده؟ بس مش جبل العزايزي اللي يتجوز طفلة كيفك ده. انت ما خبراش يما فرق السن، الفرق كتير قوي قوي. انا ما خبرش هتعامل معاها كيف، وخصوصي ان لازم يحصل ما بيننا شيء في اول يوم جواز. انت خبر العوايد عاد، جدي ورطني في الموضوع ده، دخلني في موضوع ماليش صالح بيه. هو المفروض الناس ما تنطقش واصل، مش كده يما؟ لا يا ولدي مش كده، جدك لو تعرف هو عمل ايه هتروح تشكره. البت زينة قوي قوي يا ولدي، كيف القمر ليلة تمامه. انا خبره زين انك لو اطلعت لها هتنسى كل الحديث المسخ ده. ربنا يهديك يا ولدي. وانت كده هتفرحيني يما، انت كده هتزعليني. يعني صغيره وحلوه كيف ما هتقولي، ليه ما تاخدش راجل من سنها؟ ليه تاخد واحد بينه وبين ابوها كم سنه؟ لا يما انا ما قادرش، والله ما قادر. يا ولدي انت عندك حاجات وهي عندها حاجات تانية، يعني انت جاه وجيمه ومركز وراجل بتضرب له اشدها عشان ابات عظيم سلام، وهي جميله وحلوه وصغيره، يعني كفة الميزان مظبوطة يا ولدي. وبعدين البناية ما كانتش تحلم انها تتجوز واحد كيفك. استهدى بالله يا ولدي وفكر فيها بالعقل والمنطق، انتوا هتكملوا بعض. بزيادك يما عاد الحكاية خلصت، لكن يوم كتب الكتاب انا لازم اتحدث معاها. وماله يا ولدي؟ بتمر الايام وبيعدي حوالي 4 شهور ونص، وبيجي يوم كتب الكتاب والدخلة اللي قرروا العيلتين ان هم يكونوا على الضيق جدا، وده طبعا بسبب حزنهم على فاخر ابن كامل. تم كتب الكتاب وبعدها قعدوا قعدة ظريفة كده، وبعد ما خلصت اخد جبل زهرة وراح بيها على بيته. وفي جناح جبل وزهرة كانت لسه بتقلع الطرحة وتكشف وشها، وقتها جبل قال لها بحزم اوعاك تشيلي الطرحة دي، مفهوم؟ وكمان غيري خلاجاتك دي ولبسي حاجة عشان الناس اللي هتستنى تحت، ووشك يكون متداري طول ما نهنه، مش عايز اشوف وشك واصل طول الوقت، عايزك تغطي وشك اول لما توعيلي، فاهمة ولا لا؟ حاضر. وفعلا زهرة دخلت غيرت هدومها، وبعدها خرجت لقيت جبل مضلم الأوضة خالص، وحصل اللي حصل عشان خاطر الناس اللي تحت. وطبعا هو كان بيعمل كده تقضية واجب، وزهرة كانت حزينة جدا. وتاني يوم الصبح صحيت هي الأول وأخدت دش، وبعدها قررت إنها تنزل تقعد في الجنينة الداخلية بتاعت البيت، لأن الوقت وقتها كان الساعة حوالي 7 الصبح. نزلت وقعدت في الجنينة، وأول لما انفردت بنفسها فضلت تعيط. وعند جبل صحي من النوم بص جنبه ملقاهاش، وقتها قال أحسن أني مريتش أتصبح بوشها، بس يا ترى راحت في أنهي مصيبة دي؟ هو أني مالي تروح مطرح ما تروح. دخل جبل وأخد دش هو كمان، وقرر أنه ينزل يشم هوا، لكن أول لما دخل الجنينة اتصدم من اللي شافه، لدرجة أنه هو استخبى ورا شجرة علشان يشوفها كويس. ساعتها كانت زهرة قاعدة جنب الشجرة وفردة شعرها الأحمر الناري الجميل، وكان باين جمال وشها، بس اكتر حاجة وجعت قلبه دموعها اللي كانت نازلة على خدها. ساعتها ما حسش بنفسه غير وهو رايح عليها وبيقول لها بحدة انت قاعدة كده ليه؟ عايزة تسوي لي مشاكل اياك عشان جدي يقول لي انت مهمل مرتك كده ليه؟ زهرة بخدة وهي بتداري وشها انا مقصودش اسوي لك مشاكل، وعموما انا اسفة انا هطلع على فوق على طول بعد اذنك. ولسه هتمشي زهرة لقيت اللي ماسكها من دراعها جامد وبيبص في وشها وبيقول لها بدون وعي انت كيف جميلك ده؟ كيف زينة ومزيونة بالشكل ده؟ انت تسحري بجد، خسارة انك هتتطلقي قريب. وقتها زهرة تساقط من الكلمة ونفضت ايديها بخضة وقالت بدموع انت هتقول ايه؟ معقول اللي هتقوله ده؟ وليه تطلقني؟ انا عملت ايه؟ انت ما وعياش لحالك، اطلعي لنفسك وبصيلي، اللي هيشوفني جنبك هيقول ابوكي مش جوزك. انت جميلة جميلة قوي، اجمل من ان وحش زي يمتلكك، حرامك ده حرام. بزيادها العادات والتجاليد دي اللي بتدمر ناس وتموت ناس وتجمع ناس وتفرج ناس. ايوه بس انا مبسوطة هنا وعايز افضل جنبك وجارك، والموضوع اللي هتقول عليه ده انا مش شايفة انه كبير قوي كيف ما هتقول. خلينا نعيش بهدوء وسلام وننسى كل الافكار العفشة اللي في راسك دي. ننسى؟ ننسى ايه اياك؟ ننسى ان انا لما يبقى عندي 50 سنة انت هتكوني لسه صبية 30 سنة. ننسى ايه وننساه كيف؟ ما يمشيش الموضوع ده، اعملي حسابك من هنا وطالع. انا وانتي ما نكونش مع بعض في اوضه واحده واصل، هو كفايه اللي حصل عشيه وما كنتش شايف ولا حاسس انا بسوي ايه، لكن بعد كده انتي هتبقي في اوضه لوحدك وانا في اوضه لوحدي لحد ما يتم الطلاق،
وترجعي دار أهلك معززة مكرمة. زهرة بدموع جريت من قدامه لأنها ما استحملتش تسمع اللي بيقوله ده. بتمر الأيام والبيت ملاحظ حزن زهرة، خصوصا بعد لما بقت في أوضة لوحدها. بيعدي شهر على الأحداث دي، وكان في يوم زهرة قاعدة مع هانم هي ورجاء، وفجأة تعبت ووقعت من طولها. بعتوا جابولها الدكتور اللي وقتها قال إيه يا جماعة في إيه؟ اهدوا كده شوية، هي حالة الإغماء دي اتكررت عندها قبل كده؟ لا يا دكتور، أول مرة عاد، بس طمني الله لا يسيئك. مبروك يا حجة، المدام حامل. هتتحدد بجد يا دكتور؟ مرت أخويا حامل؟ يا ما أنت كريم يا رب. أيوة حامل، عشان كده لازم نهتم بالغذاء كويس، وكمان الفيتامينات، وعدم طبعا التعرض لأي توتر أو زعل. ألف مبروك. مشي الدكتور، وساعتها رجاء قربت من زهرة وقالت شفتي يا ضنايا اللي بيصبر بينول، انا متوكده ان جبل لما يسمع الخبر الزين ده هيتغير وعيشيلك في حباب عينيه من جوه. وبعد ساعتين رجع جبل من الشغل، واول لما دخل لقى جده قاعد وفرحان جدا. قرب منه وقال له باستغراب خير يا جدي، شكلك فرحان قوي، فرحني وبشرني. مرتك حبله يا جبل يا ولدي، الف مبروك. وعيت لحكمة ربنا عاد خلاها تشيل منك على طول، عشان تشيل الأفكار اللي في راسك دي، وتاخد مرتك وولدك في حضنك وتحاجة عليهم يا ولدي. كيف حصلك ده؟ هي هتتلكك ولا ايه عاد؟ انا ما جربت لهاش غير في الليلة الشوم اياها، وكان لابد منه عشان الناس، هو ده طبعا بسبب العادات والتجاليد الزفت دي، لكن العيل ده لازم ينزل. زهرة ما ينفعش تبقى حامل مني واصل، انا مجرر انها هتتطلق مني عاد، كيف تبقى حبلة؟ وقتها جبل الجد رفع ايده وضرب جبل حفيده بالقلم وقال له القلم ده يمكن يفوجك، مش معنى اني كنت صابر ومهملك المدة اللي عدت دي يبقى اني راضي عنيك وعن حالك. لا، اني هملتك تسوي اللي في راسك وتكسع البنية وتجي عليها، مع ان ده حرام وربنا ما يرضاش بيه واصل، وقلت بكرة يعجل، بكرة يشوف النعمة والزهرة اللي في يده، لكن انت كيف البجر ولا حاسس ولا شايف بشي واصل، عملت لك ايه المسكينة اللي فوق عشان تكسى عليها بالمنظر ده؟ ليه يا ولدي؟ انا ما ربيتكش على الأسية، ليه كارهها؟ ليه مش حبيبها؟ فهمني ايه اللي في راسك يا ولدي؟ مين خبرك يا جدي اني ما احبهاش؟ انا من وقت ما طلعت لها وانا عشقتها، لكن ما ينفعش يا جدي، معقول انا احب زهرة؟ لا ما ينفعش، ما تمشيش يا جدي، انا كيف ابوها؟ ازاي هيحصلك ده؟ أنا تعبان جوي يا جدي، تعبان وجوايا نار، نفسي ضمها لصدري، لكن ما قدرش، خايف عليها من نفسي يا جدي، اطلع لها واتطلع لي، وانت هتعرف أنا حاسس بإيه يا جدي، أنا مخنوق ومش قادر، نفسي فيها بس مش قادر أجرب لها، زهرة كيف الملاك، كيف البدر المنور، أنا بالنسبة لها وحش، كيف فيلم الجميلة والوحش اللي هيقولوا عنيه، اهدى يا ولدي، ليه عايش النار دي؟ ليه يا ولدي؟ افرح وفرح مرتك، دي البنية طيبة وغلبانة ومسكينة، وانا متوكد انها هتحبك يا ولدي، انت هبتك وطلتك تخلي اي واحدة تحبك وتعشقك، وانا متوكد انها هتحبك، زهرة صغيرة وهتشكلها كيف ما انت رايد. هاتمتع يا ولدي والحق الباقي، وحاجة على مرتك وترد من راسك كل الافكار العفشة دي، واستعز بالله من الشيطان الرجيم، وانت هتشوف كل الخير. مش قادر، مش قادر يا جدي، مش قادر، شايفها صغيرة جوي عليا، أنا تعبان يا جدي، تعبان، أنا لازم أطلقها عشان أرتاح من الحمل اللي فوق قلبي ده، هي تستاهل مخلوق تاني، حد يعيش سنها وتعيش سنه، مش أنا يا جدي واصل. طب ما تعيش معاها يا ولدي كل اللي هتقوله ده، حبها، جرب لها، عيش أيامها وهي تعيش أيامك، ضمها يا ولدي وشيل من راسك موضوع الطلاق ده، الله لا يسيئك، أنا ما صدقت إني هشوف ذريتك قبل ما أموت، بعد الشر عنك يا جدي، ربنا يديمك نعمة في جروسنا كلاتنا، وحاضر يا جدي. هعمل لك اللي انت رايده، هدخل لها وهقول لها كلمتين بس مش دلوقيت، عشية ان شاء الله. وفي أوضة زهرة كانت قاعدة وحزينة جدا لان جبل ما دخلش عليها ولا عبرها، هي كانت متوقعة ان هو يدخل لها ويبقى فرحان بالخبر ده، لكن هو ولا سأل فيها، وانتبهت وهي سرحانة على صوت التليفون اللي بيرن، بصت فيه ولقيت اللي بيتصل امها، فتحت التليفون وقالت كيفك ياما، اتوحشت الجوي. انا كويسة يا حبيبتي، انت عاملة ايه؟ وحشتيني قوي يا زهرة، بس مال صوتك، انت تعبانة؟ حد مضايقك يا حبيبتي؟ قوليلي ما تخبيش عن امك حاجة خالص. لا ياما، انا زينة بس تعبت هبابة، وجابولي الدكتور وقالي ان حبلة. هي حبيبتي يا بنتي، الف مبروك. معقولة؟ هي الاخبار الحلوة كده بتيجي مرة واحدة، ليه؟ هو حصل حاجة تانية غير الخبر ده؟ لا بقى دي مفاجأة. واقولك على حاجة كمان عشان افرحك، انا هجيبلك المفاجأة معايا وانا جاية، وانا متأكدة انك هتفرحي بيها قوي.
قولي لي يما الله لا يسيك، انا ما اقدرش استنى لحد ما تاجي. قلت لك لا، استني بقى لحد ما اجيلك علشان تبقى الفرحه فرحتين. قفلت جيهان مع زهره، واللي فضلت تفكر يا ترى امها عايزه تقول لها ايه او مخبيه عنها ايه. زهقت من قعده السرير، وبعدها نزلت على تحت علشان تقعد شويه مع رجاء وجبل الجد، اللي اول لما شافها قال لها كيفك يا بنتي دلوقتي، زينه ولا لسه هتحسي بتعب؟ لا انا زينه يا جدي، بس كنت رايد اسال هو جبل رجع ولا لسته في الشغل عاد؟ لا عاود من هبابه، بس كان يحبت عيني تعبان، قال لنا هينام وهيصحى يجيلك على اوضتك على طول. ما تقلقيش يا بنتي، جبل ولدي واد حلال، هو بس اللي ما خبرش جراله ايه عاد. خبريها عادي يا رجاء، زهره عاجله وخبره ان جبل بيعمل اكده من ورا قلبه، ولا ايه يا زهره؟ اكده يا جدي، ربنا يصلح حالك يا بنتي ويهدي سرك. ولسه جبل هيتكلم اتفاجئ بالغفير متولي، واتكلم جبل باستغراب وقال كيف ده؟ يا ترى متولي الغفير جاي يجري بلهفه كده ليه؟ وكان عايز يقول ايه؟ ويا ترى جبل هيفضل بيتعامل مع زهره بالشكل ده؟ ويا ترى امتى هيحن؟ وايه المفاجاه اللي مجهزاها جيهان للزهره؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه في الجزء الاخير، استنونا. دمتم في امان الله. ازيكم يا اجمل متابعين؟ وقفنا المره اللي فاتت لما دخل متولي الغفير بلهفه على الحاج جبل، وساعتها قال متولي يا حاج جبل يا حاج جبل الحق يا حاج. خير يا ولد الفرطوس، ما انت ما بتجيليش غير بالاخبار اللي كفوشك العفش. الله يسامحك يا حاج، انا كنت جاي اخبرك ان الست ممرض جبل بيه واخوها جم هنا. صادق اخويا جه؟ يا حبيبي يا اخوي، وعلى مهلك يا بنت مش كده، انت حبله ولستك في اول شهر. حقك عليا ياما، بس انا اتوحشت صادق قوي. وبعد شويه دخلت جيهان هي وصادق، وطبعا اول ما زهره شافته حضنته قوي وكانت فرحانه بيه جدا. قعدوا كلهم مع بعض، لكن صادق لاحظ ان زهره حزينه. وقتها قال لها كيفك يا حبيبه اخوكي، مالك وشك تعبان وزعلان كده ليه؟ ولا زعلانه ولا حاجه يا ولدي، بس اصلها حبله وتعبانه، عقبالك كده لما تتجوز ومرتك تبقى حبله ووقتها تعرف. ايوه انا فعلا برضو ملاحظه ان انت يا زهره تعبانه. انت كويسه يا حبيبتي؟ حد مزعلك؟ واه يا مصادق، مين بس اللي هيزعلها عاد؟ دي زهره بنتك دي نورت الدار كلاته، وكفايه انها خبرتنا بالخبر الزين ده. بقول لك يا حبيبتي، انت هتعرفي اني احب الورد، واني فايت للدار شفت الجنينه بتاعتكم مزروعه ورد حلو قوي، تعالي فرجيني عليه بعد اذنك طبعا يا حاج جبل. طبعا يا ولدي اتفضل. وقتها صادق عمل كده علشان ياخد اخته بعيد عنهم ويعرف يتكلم معاها، وفعلا اخدها وراحوا على الجنينه. وساعتها قال لها بحب انا سامعك يا بنت ابوي، مالك يا حبيبتي، مالك يا حبه القلب، انا تعبانه قوي يا اخوي ومش قادره، هو حرام ان الواحده تعشق راجلها، انا احبه قوي يا صادق وهو مش حاسس بده عاد، بيكسى ويجرح فيا ومش حاسس اني بسرق لحظات عشان اوعاله، طليته بتخطف قلبي يا اخوي، لكن هو كل اللي هيفكر فيه كيف يطلقني وكيف يخلص مني. هو انا عفشه قوي كده يا اخوي لدرجه انه مش طايق يبص في وشي حتى؟ كيف اللي هتقوليه ده يا زهره؟ وكيف انت تقبلي على نفسك الوضع ده؟ عايز يطلقك ما يطلقك، احنا ما عايزينهاش الجوازه دي. ليه يا بنت ابوي؟ ليه ده انت غاليه وعاليه وهو بيعمل كده ليه عاد؟ ان ما كانش رايدك وفي راسه واحده تانيه هماليه وتعالي معايا على الدار، احنا ما عايزينهمش الجماعه دول واصل. لا القصه مش كده واصل، يا ريته في راسه واحده تانيه كنت ارتحت، لكن الموضوع مش كده واصل. امال ايه؟ هتتحدتي بالالغاز ليه عاد؟ فرج السن مضايقه كتير، وبيقول ان طفله، وان هو لما يكون عندي 50 سنه انا هيكون لسه عندي 30 سنه، وهو معيش يتجوز طفله ويظلمها معاه، مع ان انا عمري ما شفته كده واصل. انا شايفاه جوزي وحبيبي وصاحبي وضهري وسندي، انا احبه يا صادق، حبيت هبته وطلته، حبيت ان عنديه مسؤوليه، حبيت انه راجل، كل ده انا حبيته فيه، لكن هو محبش فيا شيء واصل، نفسي يحبني كيف ما انا بحبه. يا زهره، بقى كل ده في قلبك يا خيتي وهو مش حاسس؟ واضح ان البهايم اللي هيربيها ليست على عجله. عموما انا ههملك على كيفك، لكن خليكي خابره ان بيت ابوكي مفتوح لك في اي وقت، ولو رايده تطلقي دلوقتي هاطلقك منه حالا، لكن انا ما شايفش منك كده يا بنت ابوي. لا اوعاك حد يضرب الحديد ده، انا قلتلك لاني كنت رايده فضفض مع حد، اوعاك يا اخوي، اوع عمي ولا ابوي يضرب حاجه واصل. ما تقلقيش يا حبيبتي، ما حدش هيضرب حاجه واصل. كانت زهره طبعا هي وصادق بيتكلموا براحتهم ومش واخدين بالهم باللي بيراقبهم، وسامع كل كلمه قالوها وكان بيتقطع من جواه. وبعد شويه دخلوا على البيت، وكانت قاعده جيهان
ولاحظت إن بنتها اتبدلت ملامحها شوية لما قعدت مع صادق أخوها، ووقتها قالت لها: يا سلام، يعني صادق بقى معاه مصباح علاء الدين السحري اللي بيخليكي تفرحي وتزقططي. ماشي يا ستي، ربنا يخليكم لبعض. خبريه يا أم عاد، انت هتكرهي إن أنا وأختي نكون حبايب؟ لا طبعا ما كرهش. عموما يلا بقى علشان نمشي، اصل ابوكي زمانه هيجي من بره، ولو جه وما لقانيش في البيت هتبقى مشكله. انت عارفه، ابتسمت وقتها الزهره بحزن، لانها عارفه ومتاكده ان ابوها بيعشق امها عشق، واتمنت انها تعيش قصه حب زي اللي كانت بتشوفها بين ابوها وامها في بيتهم. طيب يا قلب اخوكي، ما تعوزيش حاجه؟ تسلم وتعيش يا اخوي، تسلم لي يا غالي. وبتمشي جيهان هي وابنها صادق، وبيرجعوا على البيت، وكمان زهره بترجع على اوضتها. وفي أوضة المكتب كان قاعد جبل الحفيد ودموعه كانت بتخونه، ووقتها دخل عليه جده وقال له بخضة: اوه هتبكي ليه يا ولد يا عاد؟ بقى معجول الحديد ده جبل العزايزي بيبكي؟ جبل وهو بيمسح دموعه؟ اوه يا جدي، وهو جبل العزايزي ده مش بني ادم كيف البشر؟ انا تعبان جوي يا جدي، انا سمعت حديد زهرة مع صادق ومن وقتها وقلبي اتقطع. زهرة هتحبيني يا جدي، هتحبيني حب كبير انا مستهلهوش. انا مخابرش اسوي ايه، ولا خابر ليه بتعاجب بالطريقة دي. والله يا ولدي البيت طيبة جوي، وهتحبك جوي جوي. فوق يا ولدي والحاج اللي باجي قبل ما يروح ويهملك. بتمر الايام وجبل متجنب زهرة خالص، ولا بيكلمها ولا حتى بيقول لها انت عاملة ايه، لحد ما بيفوت التسع شهور اللي كانوا صعبين جدا على زهرة. وفي يوم وجبل نايم صحي على صوت صريخ جامد جدا، قام من النوم وخرج بره الاوضه، ولقى الصوت جاي من اوضه زهره. دخل عليها وقال لها: واه هتصرخي كده ليه يا بنت الناس؟ صوتك جايب اخر البلد. الحقني يا جبل، شكلي هولد عاد، الحقني الله لا يسيئك. وقتها جبل ما حسش بنفسه غير وهو بيشيلها وبيوديها على المستشفى. وطبعا وهو في الطريق للعربيه قابلته امه، حكى لها على كل حاجه واخد زهره ومشي على طول. وبعد شويه اتفاجئ بالدكتور خارج وبيقول له: للاسف الحاله جايه وتعبانه خالص، الولاد بخير لكن هي نزفت كتير جوي، وتقريبا هتحتاج لنجل دم، ادعي لها. وقتها جبل حس ان الدنيا كلها سودت في وشه. بعدها اتفاجئ بجيهان وصادق ورجاء وسالم كلهم عنده، وساعتها جيهان قالت له بدموع: بنتي مالها يا جبل، ايه اللي حصل لها؟ نزفت كتير والدكتور بيقول انها هتحتاج دم، ادعوا لها. فضل الوضع على كده حوالي ساعتين لحد ما خرج الدكتور وقال: والله يا جماعة انا مش عارف اقول لكم ايه، بس الوضع مش احسن حاجة، الوضع صعب جوي، احنا وقفنا نزيف، بس للأسف المدام دخلت في غيبوبة شديدة، والله اعلم هتطلع منها ميتة. يا مري، غيبوبة ايه دي يا دكتور؟ كيف يعني غيبوبة؟ أرجوك أرجوك يا دكتور اشرح لي حالة بنتي إيه بالظبط، أنا هتجنن عليها. والولاد، الولاد وضعهم إيه؟ يا فندم الولاد في الحضانة، لكن بكرة بالكتير قوي هيخرجوا، لأن وضعهم الحمد لله كويس، أما مدام زهرة للأسف فقدت دم كتير جدا، وده تسبب في غيبوبة جديدة، علشان كده أنا بقول لكم إن الوضع مش أحسن حاجة، ادعوا لها يا جماعة. طبعا فضل الكل واقف مذهول، وبعدها جبل وقف بجمود وقال: تقدروا كلاتكم تروحوا دلوقتي، أنا اللي هفضل مع مرتي. لا طبعا أنا مستحيل أسيب بنتي. هقول حاجة يا سالم، ده عايزني أسيب زهرة. كيف اللي هتقوله ده يا جبل يا ولدي؟ لازم يكون معاها واحدة ست عشان لو حصلت أيتها حاجة. أنا قلت محدش هيفضل مع مرتي غيري، ولو سمحتوا يا جماعة تعودوا دلوقتي على دياركم، والصبح تبقوا تجوا كيف ما انتوا رايدين. وقتها الكل بيمشي بعد طبعا منادى كتير، وفضل جبل قاعد في المستشفى. وبعد لما اطمن ان الكل مشي دخل الاوضه عند زهره، وما حسش بنفسه غير وهو ماسك ايديها وبيعيط وبيقول: زهره يا حبيبتي، قومي قومي وانا هعوضك، انا هعوضك عن كل يوم شفتي معايا وكنت بتزعلي، هعوضك عن كل ليله نمتيها وانت عتبكي، هعوضك عن كل يوم احتجتيني وما كنتش جنبك فيه. فوقي يا حبيبتي فوقي، اوعي تروحي مني يا زهره، فوقي وشوفي ولادنا قد ايه حلوين، فوقي يا حبه القلب، فوقي مش عايزك تروحي من بين ايديا يا زهرة، انت روحي وعمري اللي فات واللي جاي، فوقي يا حبيبتي، واوعدك ان اللي جاي كله هيبقى خير، انا كنت غلطان لما فكرت فيك كده، وغلطت كتير، لما سمعتك وانت هتتحدتي مع اخوكي، وقتها كان لازم اضمك لصدري، لكن مع الاسف، انا هملتك ومشيت ورا غروري، حاجك عليا يا حبة القلب. وفضل جبل يعيط وهو مش حاسس بنفسه، لحد ما نام على الكرسي وصحي على صوت الممرضة، وهي بتقوله: يا أستاذ ما ينفعش نوم حضرتك هنا، معاد الزيارة انتهت، ثم إن ده قسم نساء، ما ينفعش كده. اخفي من وشي دلوقتي، دي مرتي وأنا جاية جارها، أنا ما هعملش حاجة في قسم النساء اللي هتقولي عليه ده. طيب طيب خلاص،
بس في حاجة تانية، الولاد اللي خلفتهم المدام لازم حضرتك تروح وتشوف أساميهم عشان نقدر نكتبهم في الشهادات اللي هيطلعوا بيها من المستشفى عشان تسجلهم في الصحة. طيب ماشي انت دلوقتي واني جاي وراكي. بتمشي الممرضة وبعدها بيروح جبل عند الحضانة وبيشوف ولاده وبيقول: انت زين وانت حمزة، يعني طول عمري كنت بتمنى يبقى ليا ولدين زين وحمزة، ربنا يبارك فيكم يا ولادي وعيش لليوم اللي هتتجوزوا فيه وافرح بيكم ويرد لنا امكم بألف خير. وبتمر الايام وبيعدي حوالي اسبوع، كان جبل حاله متبدل فيهم خالص، ما سابش الزهرة ولا لحظة، لحد ما امه جت عليه وقالت له: جبل يا ولدي اللي هتعمله ده ما يصحش، انت بقالك جمعة قاعد هني جنب مرتك، روح يا ولدي تسبح وغير خلاجاتك دي وعاود وما تجلكش على الشغل. حامد ود عمك واخد باله من كل حاجة، شغل ايه يام عاد وتسبح ايه وخلاجات ايه، انا ما هتنجلش من هنا. ساعتها سمعت جيهان الكلام وقالت له: حبيبي لازم تروح تغير هدومك دي وكمان تشوف مصالحك وتحلق دقنك، انت شكلك بقى صعب قوي وان شاء الله مراتك هتبقى كويسة، مع اني كنت معارضة الجوازة دي بس شكلك دلوقتي وانت خايف على بنتي خلاني اطمن ان هي مع راجل ومع حد بيصونها بجد، اني ما هتحركش من هنا غير ومرتي في يدي ومعودة معايا على الدار. يا ولد الله لا يسيئك، روح غير خلاجاتك دي، حتى الناس اللي تشوفك تلاقيك زين كيف ما طول عمرك زين، بلاش الخلج اللي هتاجي، ترضى ان الزهرة وقت ما تفوق تشوفك كده، ما ينفعش يا ولدي، اسمع الكلام الله يرضى عنيك. حاضر يما، انا هصلي الظهر ومش هتأخر عن نص ساعة، اتسبح وغير خلاجاتي وهكون هنا. بس صحيح هو زين وحمزة فين؟ انا كل يوم انسى اسأل عليهم. ما تجلكش يا ولدي، الولاد مع هاني مختك، هي حطاهم في حباب عينيها التنين من جوه، وربنا يقوم زهرة بالسلامة وهي اللي تربيهم وتعيش معهم كل الأوجات، اللهم أمين يا رب ما يضرناش فيك يا بنتي أبدا. بيمر الأيام وبيعدي حوالي 15 يوم ومفيش أي حاجة بتتطور في حالة زهرة، لكن في اليوم 16 اتفاجئ جبل وهو ماسك إيديها وبيعيط زي عادته إن إيديها بتتحرك في إيديه، وقتها بصلها بلهفة وقال: معقولة تكون دي تهيؤات زهرة حبيبتي؟ وفضل يبص عليها قوي، وابتدت فعلا زهرة ان هي تفتح عينيها وتحرك ايديها، واول ما شافته عينيها دمعت وقالت له بصدمة: جبل انت هنيه؟ معقولة يا رب حققتلي اللي بتمناه؟ انت بجد والله؟ انا شكلي احلم ولا ايه؟ انت هنيه جاري؟ معقولة دي؟ شكرا يا رب شكرا، والله لو اقدر اقوم اصلي ركعتين لله، لكن حاسة ان رجلي مش شايلاني واصل. جبل بحبه وهو بيمسك ايديها: ارتاحي يا حبة القلب، أني جارك وما هملكيش واصل، بس انت تقومي وترجعي تنوري دارك يا غالية. معقول اللي هتقوله ده؟ انت يا جبل اللي بتقولي الحديد ده؟ أني حاسة اني بحلم. لا أني حاسة اني دايخة، اجرسني عشان افوق من الحلم ده، خايفة اتعشم فيه وبعدها لاقي الهجر والجفا. وقتها جبل شدها ليه وضمها جامد قوي وقال لها وهي في حضنه: لا يا حبيبتي اوعاك تقولك ده، خلاص اللي فات فات، ووعدك من اليوم مطالع ما هتشوفيش غير السعادة والراحة وبس. أنا كنت غلطان يا زهرة، كنت غلطان في كل يوم بعدتك عني وعن حضني، لكن والله ويعلم ربنا أني من يوم ما عيني وجعت عليكي وأنا عشقتك، لكن خفت عليكي من حالي، أنا كبير عليكي قوي، وكمان أنت تستاهلي تعيشي سنك، أنا كنت مهملك مش لأني كارهك، لا أنا كنت مهملك عشان أسيبلك الاختيار، لكن يشاء القدر انك تبقي حبلة وافضل طول العمر احبك يا نوارة قلبي وداري وام ولاد يا غالية. كيف ما حسيتش بحبي ليك؟ كيف ما وقيتليش وانا عطلع عليك؟ انا كنت بستنى كل عشية وانت معود الدار واستخبى في الجنينة او في المطبخ عشان اوعالك، بس كيف ما كنتش حاسس بالقلب اللي هيتقطع علشانك وعلشان ياخد نظرة منيك؟ كيف بيقولوا العشاق بيحسوا ببعض وانت ما كنتش حاسس بيا واصل؟ كيف الحديد ده يا جبل؟ حقك عليا يا حبيبتي، انا كنت غبي لكن انا اتوحشت الجوي، ومن هنيه وطالع هتشوفي جبل حبيبك وروحك اللي كنت بتتمنيه طول عمرك. بيعدوا يومين وبعدها بترجع زهرة البيت وبتلاقي ان فعلا ان جبل اتغير وبقى يتمنى لها الرضا ترضى، وكان بيوريها كل يوم عن اليوم اللي قبله قد ايه بيحبها وقد ايه هو كان غلطان، وكان دايما في كل مرة بيقرب منها بيعتذر لها فيها عن كل حاجة هو عملها معاها. وبعد مرور 7 سنين كان جبل قاعد مع ولاده زين وحمزة وكمال ورهف، كمال 5 سنين ورهف 3 سنين، وطبعا دي كانت حبيبة أبوها وكانت نسخة تانية من زهرة وما كانتش بتسيب جبل خالص. ساعتها زهرة جت وقالت بغيرة: وها عاد مفيش في الدار غير رهف إياك يا سي جبل، من يوم ما البيت دي جت على الدنيا وانت اتغيرت من يمتي
وما بجدش بتعملني كيف زمان واصل. خبريه يا ام عاد، هتغيري من رهف ولا ايه؟ ما انت خبره انها البنوته الوحيده هنا في الدار وهي حبيبه الكل، ولا هتغيري منها؟ هيك منها زينه ومزيونه وحلوه عنيكي. اجديه بردك يا زين. طب انا ما هتحددش معاك واصل، ولا هعمل لك الكريم كراميل اللي هتحبه يرضيك. اجديه يا جبل اللي ولدك هيقوله. بقى معقول البت الشبر ونص دي احلى مني؟ نقول لهم يا جبل اكفي الخشمك منك له، ما حدش يزعل بنوتي حبيبتي. تعالي يا حبه القلب، اقعدي على رجلي التانيه. انا ما احبش حد جديكي واصل يا زهره. كيف ده؟ بقى معقول ابص للنجوم وانا معايا القمر كله؟ كيف يا ظهري وسندي وحبيبتي وروحي؟ وقتها رهف بصت لابوها بصه ناريه وفضلت تعيط. وساعتها زهره اتمسكت ان هي مش هتقوم من على رجل جبل. وقتها حمزه قال خلاص بقى ياما، البيت دي هتجيب لي صداع في راسي. قومي من على رجل ابوي، هي خلاص اخدته ملكيه خاصه. مشيت زهره على اوضتها وهي زعلانه قوي. وبعدها جبل طبطب على رهف وبص لحمزه وقال له بغضب اتخبلت ياك يا ولد الفرتوس، كيف هتقول كده لامك؟ ما انت خابر انها هتزعل. هاني تعليك تزعلها كده؟ هاني تعليك تزعلها كده؟ والله خساره فيك عيونك الزرقاء اللي واخدها منيها. عادي يا بوي، امي على طول بتزعل وانت على طول بترضيها، مش انت هتقول كده؟ اني زعلها وانا راضيها؟ خلاص روح راضيها بقى. طيب انا مش هعرف اهمل رهف واصل، هتبكي لو مشيت. انا هشيعها لعمتها، هي هتحبها، وبعدها روح اصالح زهره حبيبتي. وفعلا بعد جبل رهف عند اخته لانها بتحب تلعب هناك مع اولادها، وطلع على اوضه زهره اللي لقاها قاعده على السرير وزعلانه جدا. ساعتها قرب منها وبس راسها وقال لها حقك عليا يا روح الروح، والله انا ما اعرفش اراضيك ازاي واصل. انت هتزعلي وهتغيري من بنتك يا زهره؟ معقول الحديد ده؟ وغير من حالي كمان، انت من يوم ما خلفت البيت دي وانت ما بقتش زي الاول، على طول معاها وفي حضنها، حتى بالليل بتبات وياها، وانا اتركنت على الرف وما بقاش لي اي عزا واصل. وبعدين انت خبر زين اني احبك واني ما رايداش اي حد ياخدك مني واصل. انت روح يا جبل، انت كل ايام الجميله حس بيا، وانت حبيبتي وبيتي وقلبي وعقلي. تسلميلي ويسلم لي عيونك الجميله دي، والله انا ما هشوف في الدنيا دي غيرك. انا ما هنكرش اني احب رهف، لكن حب ليكي اضعاف اضعاف. انت ما تتقارنيش بمخلوق واصل يا زهره، انا بس اتطلع في وشك احس اني في الجنه مش على الارض يا اغلى ما في الكون كله. يا عمري الجميل، يا عوضي بعد كل الايام الوعره اللي شفتها. اوعاكي تزعلي مني يا زهره، اوعاكي تقولي الحديد العفش ده مره تانية. انا اهون عليا اتقطع ولا ان اسمع منك الحديد ده. بعد الشر عنك يا حبيبي، تسلم لي وتعيش لي يا رب. عمري ما هقولك ده واصل، وربنا يديمك نعمه وسند وظهر في حياتي. دايما هتغلبيني يا بت التراكوه بالحديد. وعموما انا في حديدك ده رايد اخبرهولك. حديد ايه ده عاد؟ لا الحديد ده ما هيتجلش بالخشم، ده هيتحس بس. وبينسد الستاره لاجمل قصه حب، قصه زهره وجبل. زهره اللي كانت اجمل ورده في اجمل بستان، واليوم اللي عشقت جبل صلب مع كل الناس، لكن هين ولين وطيع معاها. اجمل حاجه في الدنيا ان الراجل اللي بجد مش الذكور ان هو يعشق، لان الرجال وقت ما بتعشق بتبهر الانثى بعطائها. خلصت حكايتنا، اللي يا رب نكون فهمنا وتعلمنا منها ان الحياه كلها فرص، وقت ما بتيجي الفرصه لازم ناخدها ونحافظ عليها بين عيوننا وقلوبنا، وما نقولش نسيب حاجه للزمن، علشان الله اعلم الزمن ده لو جه هيلاقينا ولا مش هيلاقينا. يا رب تكون القصه عجبتكم، واستنوني في قصص تانية كتير. دمتم في أمان الله.